معانا عبر زوم إيميل هاسكي، نجم منتخب إنجلترا السابق وطبعا نجم منتخب ليفربول السابق. برحب بيك في برنامج السادسة. بشكر حضرتك لاستضافتي. خليني أبدأ معاك كده. النهاردة في ماتش مهم جدا، يعني هو مهم في الدوري الإنجليزي والجماهير الدوري الإنجليزي، ولكن كمان مهم بالنسبة لنا احنا كمصريين، علشان بين ليفربول وأرسنال، وفي الحقيقة اللاعب مصري محمد صلاح في ليفربول وطبعا محمد إنني في أرسنال. قول لنا كده في البداية توقعاتك لمباراة ليفربول وأرسنال النهاردة. نعم، أنا أعتقد أنه سيكون ماتش صعب للجميع، وأرى أيضا أنه من الواضح أن أرسنال لديه اليد العليا في مقابل ليفربول، وبالتالي ليفربول يجب عليه أن يكون بتحسين أدائه، وأرتيتا يقوم بدور مهم جدا منذ وصل إلى أرسنال لدراسة ما هي أفضل التكتيكات بالنسبة للفريق ككل، وبالتالي أعتقد أنه سوف يصل بالفريق إلى نقطة ثبات، نقطة قوية مع كافة اللاعبين، ودفع بألكسندر إلى الخلف وروبنسون إلى الخلف أيضا، وكذلك أنفيلد. أنا أعتقد أن ليفربول قد يفوز بالمنافسة بالماتش. طيب خليني برضه أسألك عن توقعاتك للموسم الحالي لبطولة الدوري الإنجليزي. هل شايف مع عودة ارتفاع إصابات فيروس كورونا في إنجلترا ممكن يتم تأجيل للمنافسات مرة تانية؟ إنها سؤال بالفعل مهم. لا أرى أنه سوف يتم التأجيل، ذلك لأنهم لا يلعبون بمشاهدين في الملاعب، وبالتالي هم يعني يعتبرون داخل قوقعة مغلقة، ولديهم بالتالي تفاعل قليل جدا وحالات قليلة جدا، وبالتالي لا أرى وقف اللعب، ولكن كذلك لا يمكنني أن أرى إمكانية دخول المشاهدين إلى الملاعب في الفترة المقبلة. قد يكون يناير هو أقرب فرصة يمكننا فيها أن نرى المشاهدين أو المشجعين في الملعب. طب شايف انه ليفربول قادر ان هو يحافظ على لقب الدوري الانجليزي للموسم الثاني على التوالي؟ نعم، هذا هو الهدف. سوف يكون امر مهم ان يكون لديه موسمين متتاليين ليلعبون بقوه، وكذلك اللاعبين الذين لعبوا في الموسم السابق سوف يقدمون، ويعني مينو له يلعب الموسم الثاني، وكذلك لدينا يعني نطلب الكثير من الدعم لمارني ومينيل، وكذلك كاثي جونز هو لاعب شاب دخل جديدا، والكانتارا ايضا. الكانتارا قد يكون هو اخر نقطه في البازل. يورغن كلوب هو واحد من افضل المديرين الذي رايتهم، وبالتالي ارى انه يستخرج افضل ما لدى الفريق ككل، وكما يمكننا ان نرى ان ليستر سيتي ومان سيتي، راينا المباراه ونعتقد ان مان سيتي قد يكون اول الدافعين لليفربول. طيب بمناسبه بقى انك ذكرت الكانتارا، فعلا كنت عايزه اسالك على رايك في الصفقات اللي ابرمها الريدز الحقيقه في الميركاتو الصيفي، وعلى راسهم الكانتارا. شايف ازاي هيكون تاثيره على الفريق، واحنا عارفين قد ايه الكانتارا يعني بيبقى فارق جدا في اي لاعب في اي فريق بيلعب فيه. لا اعتقد ان لاعب بهذا القياس او بهذه القامه هو بالتالي مطلوب لكل الفرق، وسوف بالتالي يجد لنفسه مكانا في ليفربول بطريقه بدون تعب. وأرى أن يورغن في الميركاتو حصلوا على لاعبين أيضا أقوياء، ولأن هناك مباريات كثيرة، أعتقد أن ليفربول قد يكون لاعبا أساسيا في كافة الكؤوس، وبين جاتر وماني وصلاح والفامينيو مينامينو
ولاعبين على هذا المستوى كلهم سوف يقومون بدورهم المناسب في الملعب. وأعتقد بالتالي أن يارجن كان ينظر إلى الصورة الكبيرة في هذا الفريق، وكذلك من خلال تحسين مستوى اللعب لكل لاعب على حدة. طب هل انضمام الكانتارا يعني رحيل فينالدوم عن صفوف ليفربول وانه يبقى في صفوف برشلونه؟ لديه الفرصه لذلك، ولكن الامر كله يعتمد على قراره وتجديد عقده. وانا ارى ان النادي سوف يكون مهتم بالاحتفاظ به او بتقديم له عرض مناسب، فهو لديه ايضا لديه بالطبع الفرصه المناسبه للانتقال الى برشلونه، كما معظم اللاعبين. ولكن نعم، اعتقد من منظوري الشخصي انه سوف ينضم الى برشلونه، الى صفوف برشلونه. طب برايك يعني ايه المراكز اللي بيحتاج ليفربول ان هو يدعمها الموسم ده من وجهه نظرك؟ من رأيي الشخصي كنت أود أن أرى سنتر باك آخر، وأعرف أن السنتر باك حاليا يلعب بقوة، ولكن أود أيضا أن أرى من يتحكم في السنتر باك مثلا بطريقة فيها تحدي أكثر للفريق الأول، مثل فانتارو جوميتس كذلك. وبالتالي أرى أن يكون عندنا سنتر باك جديد قوي سوف يؤدي إلى دعم كبير للفريق، ولكن سنتر باك على في العمق وليس على الصفوف الأولية. يمكن يعني قضيت مواسم رائعة في خط هجوم ليفربول، والناس كلها الحقيقة فاكرة جدا التألق مع ليفربول. مين شايف أنه ممكن يكون بيشبهك في الجيل الحالي للريدز؟ قد أقول أن مينيو حاليا فورمينيو هو بيلعب بدون تحيز، وبيحب يلعب بروح الفريق، وكذلك بيلعب مع الوينجز، وبيحب أن يضم كفة اللاعبين وأن يخلق لعبة جديدة. فأنا بالتالي أرى أنه قد يكون بيلعب بنفس طريقتي. طيب يعني بتعتقد برضو ان الجيل الحالي لليفربول ممكن يكون هو الافضل على الاطلاق؟ اعتقد انهم ما يرونه لنا من لعب هو يؤكد على هذه المعلومه. فان نظرنا الى ليفربول في السنوات القليله الماضيه نرى انه كان يلعب، يعني مثلا لو رجعنا الى الثمانينات سوف نرى ان ليفربول كان ينجح في كل شيء ويتفوق على كل شيء، على كل الفرق سواء في انجلترا او في الخارج. ولكن الفريق الذي نراه الان نرى انه يعملها بطريقه افضل، بتركيز اعلى، ولديهم الامكانيه ايضا لان يتخطوا كل ما قمنا به في السابق. طيب ما ينفعش تكون معايا وما اسالكش عن رايك في النجم المصري، نجم ليفربول محمد صلاح، رايك فيه وفي ادائه مع ليفربول، وهل شايف ان هو فعلا خلاص النجم الابرز في ليفربول؟ نعم اكيد، بالتاكيد 100% هو وماني. ولكن ان اردنا نتكلم عن محمد صلاح، يعني لنرى اولا رحلته حتى يصل الى ليفربول، ولكن سنة بعد سنة منذ ان انضم الى ليفربول وكم الاجوال التي حققها وطريقة اللعب والعمل الذي قدمه، نرى من خلاله رجل ذو معدن نادر، ودائما ما كان يتخطى نفسه، وهو ليس بالامر السهل ان تكون في الفريق الاقوى على مستوى العالم وان ينظر اليك الجميع بطريقه مستمره عن كيفيه ما عن الكيفيه التي تساعد بها الفريق وكيفيه التي تحرز بها اهتمامنا وحبنا لك. طب شايف ان محمد صلاح يعني المفروض يستمر مع ليفربول، ولا خلاص انه حقق انجازات كتير فجه الوقت ان هو يبحث عن تحدي تاني مع نادي تاني ويمكن دوري تاني كمان غير الدوري الإنجليزي؟ لا أعتقد. حتى الآن هناك العديد الذي يمكنه أن يقدمه والذي يمكن أن يتم عمله في الإنجليش بريمير ليج
وايضا مع ليفربول بالاخص، لان نحن نلعب بطريقه باك تو باك وهو امر مهم، وان نستمر في الفوز وان نرتفع بمستوى ليفربول الى المستوى الامثل لا يعني يدفعني الى ان ارفض التساؤل، هل لديه بالتالي الاحتياج الى ان يخرج ان يلعب خارج ليفربول؟ طيب خليني برضه اسالك، بما ان اكيد متابع الدوري الانجليزي بشكل عام، رايك في المحترفين المصريين التانيين؟ يعني عندنا محمد النني مع ارسنال، وقلنا النهارده ارسنال هيلعب مع ليفربول، عندنا تريزيجيه، عندنا المحمدي مع استون فيلا، رايك في المحترفين المصريين في الدوري الانجليزي؟ نعم، إنه لأمر جميل أن يكون لدينا لاعبين مصريين في البريمير ليج، ورأينا منهم لعب جميل، وأيا كانت الفرق نرى أنهم متكاملين، إنهم يلعبون بطريقة جميلة وحققوا يعني إن تكلمنا عن تريزيجيه، أنا أتذكر أنه في السيمي فاينل مقابل ليستر سيتي كان، ومروره من فريق إلى آخر كان أمر يسعدني أن أرى كيف قام به، وكان أيضا كان أيضا مهم أن نرى أن أرتيتا يمنح الفرصة له لتحديد مكانه وتجذير أقدامه في الفريق. طيب هل ممكن نقول أن تجربة صلاح مع ليفربول، وهي تجربة ناجحة جدا الحقيقة، ممكن بقى تدفع الأندية الإنجليزية أنها تبدأ تركز أكتر مع اللعيبة المصريين عشان يتعاقدوا معهم للاحتراف في الدوري الإنجليزي؟ نعم، أعتقد أن أمثال محمد صلاح والحمدي وتريزيجيه الذين قدموا الكثير وهم يعني كلاعبين مصريين في البريمير ليج وكذلك كممثلين لأفريقيا، نرى أنهم لاعبين أساسيين في الفرق البريمير ليج الأساسية، وبالتالي لا أرى أن ما قدموه هو فقط لإنجلترا ولكن لأفريقيا ولشمال أفريقيا، ونرى أن علينا البحث عن محمد صلاح جديد وتريزيجي جديد في شمال أفريقيا وفي مصر نظرا لما قدموه على مستوى العالم، وبالتالي علينا أن نخلق جيل جديد من هذه المستوى من هذا المستوى من اللاعبين. خليني بقى أسألك سؤال لي علاقة بك أنت، بما أنك من ليستر ولعبت في ليستر سيتي، كان إحساسك إيه لما ليستر سيتي كسب الدوري الإنجليزي؟ نعم، كانت سعادتي بالغة، كنت شديد الفرح، أنا أبدا لم أتخيل أن هذا سوف يحدث، حتى حين كانت هناك 10 مباريات أمامنا وكانت يعني كان دائما في ذهني أنه ربما لن يستطيعون القيام بها، ربما أحدا سوف يكسب مقابلهم، ولكنهم قاموا باللعب بطريقة متماسكة، وقد ثبت أنهم أكثر تمسكا من فرق كثيرة في الدوري، وبالتالي نرى أن أمامهم من خلال روجرز المدير الجديد الإمكانية أن يقوموا بنفس الشيء مرة جديدة. بشكرك جدا على وجودك معايا إيميل هيسكي، نجم منتخب انجلترا ونجم ليفربول السابق، الحقيقة نورتنا، والحقيقة دايما بنبقى فخورين لما بنشوف اي حد بيتكلم على اللعيبة المصرية المحترفة بالشكل ده، وانه قد ايه هم فعلا دايما مشرفينا.